السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم بهذا الفيديو. اليوم إن شاء الله حنشرح لكم عن موقع السبرينجر نيتشر لإيجاد المجلة المناسبة. طبعا ما أدري إذا ملاحظين أنه سبرينجر نيتشر قامت بإعادة صياغة الموقع، سوت به تحسينات حتى من تدخل الآن يقول we have recently redesigned this page to help us improve this service for you, please take our survey. مسوين فد استبيان أنه يشوفون مدى رضا الباحثين عن الموقع الجديد. طبعا الموقع الجديد انه تقريبا مثل ما نعرف سبرينجر نيتشر دار نشر جدا كبيره، عندهم تقريبا 2500 مجله. مثل ما متعودين في المواقع اللي ايجاد المجلات مناسبه نحتاج الى العنوان، نحتاج الى الابستراكت او المانسكريبت، وكذلك شنو السبجكت اريا، وكذلك عندنا بعض ممكن بعض الاوبشنز. مثال، خلينا ناخذ هذا المثال. موضوع عن البوست كوفيد، فأنا أكيد راح أختار الميديسن، ميديسن أند بابليك هيلث. طبعا أكو ريفاين يور ريكومنديشن، ممكن أختار لأنه أني أريد مينيموم إمباكت فاكتور، مينيموم أكسبتنس ريت. مثلا أني أقول له أحتاج إلى مجلة تقبل 50% من البحوث. أوكي، طبعا أكو الأوبن أكسس جورنال، أكو سبسكريبشن. نضغط مثلا خلينا نشوف على suggest journals، نلاحظ مثلا هاي اللي هي substance abuse treatment prevention policy 50%، diabetes therapy، harm reduction journal 59. طبعا هذه المجلة 58% لان ما عندها impact factor فشوي يكون عالي مالتها. pain and therapy، Egyptian rheumatology and rehabilitation، كثير من المجلات. زين، إذا أني نرجع مرة أخرى وما أختار الـ minimum acceptance rate، أقول له suggest journals، تلاحظون أنه تغيرت. أول شيء صارت أول مجلة اللي هي Middle East Current Psychiatry 47%، BMC Psychiatry 36%، Infectious Disease 24%. مثلا خلينا نفوت على أول وحدة، نضغط من هنا. طبعا يعطيك انه الفيرست ديسيجن 24 يوم، نسبة القبول 47%. هنا الاندكس موجودة، هذه المجلة موجودة في سكوباس. هنا الببليكيشن تشارجز تقريبا $625. ممكن انه نضغط على سبميت يور مانسكريبت. ومباشرة يودينا إلى الموقع اللي من خلاله ممكن أنه نسلم مالتنا البحث إلى المجلة. طبعا ودانا إلى الإديتوريال مانجر. تمام، شنو ممكن احنا نحط بعد الريكومنديشن؟ مثلا أني ما أريد أدفع فلوس، أريد فقط السبسكريبشن جورنالز، يعني الباحث ما يريد يدفع أجور نشر. فهذه هي المجلات اللي تقبل بدون أجور نشر، تكون كلوز اكسس الباحثين نشر كل هذه المجلات. طبعا اذا نريد المينيموم تايم فيرست ديسيجن، اذا نريد الامباكت فاكتور، كل هذه ممكن انه نحصل عليها. طبعا هنا عندهم 2050 مجلة مثل ما قلت، وكذلك عندهم الاوثر تشويس، انه الباحث ممكن انه يقارن بين المجلات ويختار المجله المناسبه اللي ممكن تناسب البحث مالته، وكذلك تناسب البادجت، سواء كان عنده ريسيرش جرانت ممكن انه يدفع من خلالها اجور النشر، او ممكن عن طريق الجامعه او الكليه ممكن يدفعوا له اجور النشر. فهذا كان فيديو قصير عن سبرينجر نيتشر الجورنال سجستر، الموقع نفس الموقع القديم لكن سووا شوية تحسينات على الديزاين، فصار انه استخدامه اسهل من الموقع السابق. شكرا جزيلا.